عرفت مدينة حلب منذ القدم بحب أهلها للموسيقى والغناء. وحين ذهبنا إلى حلب لنتعرف على المنشد صبري مدلل، التقينا هناك في البداية بالممثل الحلبي المعروف عمر حجو. أستاذ عمر، صباح الخير. صباح الخيرات. كيف أحوالك بهالأيام؟ الحمد لله. انتشار الغناء والطرب في حلب، يا ترى هذا له علاقة بتاريخ حلب ولا في أسباب؟ شو تفسيرك؟ وعلى كل هن الحلبية كلهم بيأدوا، لأنه كثير بيساعدهم هذا الصوت والصدى والحجر، بيساعدوا على الإيقاع. يعني مثلا الحجار وهو عبيد الحجر وبينحته، وإذا لاحظت أنت أبنية حلب كلها بتلاقي منحوتة نحت، فيها زخرفة، فيها شغلات، هي موجة عن يعني عبس يعني. لا بالعكس، هذا اللي ضحك هو فنان. وهالإيقاعات اللي بيدق الحجار وبينحت الحجر، في عنده إيقاع، الإيقاع بخليه سلطن من الحجر وبيغني. حتى صانع النور هلا بعد شوي يعني صنع مجال نروح لإيسارية من إيساريات حلب ونشوف صانع النور شلون عم يعمل بالنور، دم تك دم تك، هذا إيقاع كمان. يعني هذا بيساعده. يعني أنا بكتير بتذكر من صانعين النور، يعني عم يغنوا هو عم يعمل دم تك، يالأسمار اللون يالأسماراني تعباني يا قلب خيو هواك راباني. بعد ذلك تحدثنا مع الملحن محمد رجب الذي دون التراث الموسيقي الحلبي، فقال لنا: معروف في حلب انه الى لون حلو، يعني تمتاز فيها غيرها، وخصوصي بتظهر وين بيظهر هالشيء؟ في المش، اداء المش الحلبي معروف. والله نحن عندنا مغنين في حلب لا بأس فيهم، وعلى الأخص صبري مخضرم. أنا بعرف إلي علاقة معه، يعني إلي معرفة معه من وقت ما كان، يعني من سنة 1930 هيك تقريبا، كان لسه صغير. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. سهلا، أنا صبري مدلل، المنشد السوري الحلبي، مدخل السرور إلى قلوب الناس. الله أكبر الله أكبر، لا
والصلاة والسلام عليك عليك يا نبي الهدى يا واسع الندى يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك وآلهم والحمد لله رب العالمين. يا سلام. حسب لي كم مقام موسيقي استخدمت به الأذان؟ 4-5 الرصد والجرقة والزنجران والصبا والكرد 5 بعيون الشيطان بعيون الشيطان. حس صبري وقت والدك راح على الحج شو طلب من ربه؟ ممكن تحكي لي الحكاية؟ اي والله والله ذكرتني انت فيها. الله إيه راح لل راح يحج إيه نعم ووقف تحت مزريب الرحمة وقال له إلهي تبعت لي 10 صبيين أصواتها جميلة إيه نعم فجيت أنا صوتي جميل وأخوي كان أخ إلي توفى الأخ طولة العمر اثنين استجاب منه اثنين بس من 10 2 بركات ورثة من الله مو هيك؟ إيه بقى فلما اللي اكتشفني إنه صوتي كويس أخذني على المكتب كانت المدارس قليلة هذاك الوقت يعني سنة 40 تقريبا مدارس قليلة وكان والدي أنا يعني أحواله المادية شوية ضيقة والمدارس بدها مصروف وبتعرف فأخذني للمكتب عالشيخ يعني ففرغت عنده وصرت أتعلم كمان اكتشفني الشيخ إنه صوتي جميل قال لي يا صبري قلت له نعم قال لي بدك كل نهار الظهر تطلع تأذن الظهر لأنه نحن في المكتب منأذن الظهر ومنصلي ومنصرف قلت له أمرك والله صرت كل يوم وأنا يعني فرحان أنا مبسوط كتير أطلع المادنة طبعا درج وكذا وأقدن وأطلع للشارع ألاقي الشارع ملاخل ايوه مبسوطين واقفين وعمال يسمعوا ايه نعم فبرخت عنده مدة 2-3-4 ختمت القرآن وساووا لي نشيده وبعرف ايش وكذا ايه نعم فقال لي يا صبري الشيخ قال لي بدي اخذك لعند رجل فنان خليه يدربك ويعلمك الغناء وطور الغناء والموشحات والأدوار والقدود والليالي وكل شيء اللي بتبع الفن قلت له ايه والله أخذني عند حاج عمر عليه رحمة الله حاج عمر اللطش أبو إبراهيم ايه نعم قال له يا حاج عمر أنا جايب لك تلميذ كتير بتنسر منه قال له أهلا وسهلا بدك تعلم لي إياه وتدير بالك عليه قال له تكرم عينك وعطاني أول موشح كحل السحر عيونا
هذا من نغم البيات. يا سيدي علمني، تعلمته بعد ما راح الشيخ. قال لي يا ابني كل نهار كل درس بتجيب نص ورقة معك، نص ورقة سوري. قلت له أمرك أستاذ. بقى ثلاث دروس في الجمعة أجيب له ثلاث نصاص كل جمعة ورقة ونص. نعم، وصار يعلمني وتعلمت كويس. بعد ما صار عندي رأس مال من العلم، نعم، قال لي لا بقى تجيب مصاري. قال لي كفى، لا بقى تجيب. قلنا له ليش؟ قال انت ما لازم اخذ منك من الاول، ما لازم اخذ منك، لانه صوتك جميل بالبقله العلم وبالبقله التعب. وطبعك محتشم ورزيب، ليا نفسي بتبت، ليا نفسي بتبت، وانت زغري حزين. ملفوف وزاني يا ساني، لم تبوح للعين دي كلمة منك، كأنك سر بين اتنين، دي كلمة منك، كأنك سر بين اتنين، ليا بنفسي فتحت عنا إذاعة حلب سنة 1942 هيك شي يعني. فإجا علي قال لي يا صبري بدي أخذك للإذاعة. كانت الإذاعة بشارع اسكندرون، كان المدير أحمد أبري، هذا موسيقار وإله كتب وإله مؤلفات وإله خير إن شاء الله يا حاج عمر. قال له والله جيب لك تلميذ بدي أسمعك إياه. والله غنيت أنا ليالي وتقلبت شوي في النغمة وكذا. قال لي كويس 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 كويس، عفرم عليك، بكرة داوم إن شاء الله وتعالى. في الإذاعة صار يعطينا كمان حاج عمر، صار يعطينا دروس موشحات، مو إلي بس، للمجموعة كلها. أنا عم ضليت بيجي 10 سنين في الإذاعة. بعد قال لي والدي عليه رحمة الله، كان والدي يعني من بيئة ضعيفة شوية، متدين وهيك شيء يعني. قال لي يا ابني أنا ترى ماني راضي عنك، الله يرضى عليك، أنا ما بريدك يعني تكمل حياتك في هالجو، هذا جو الإذاعة وجو الطرا وجو كذا. قلت له إيش بتريد لك؟ قال لي بريدك تطلع من الإذاعة، وأنا عندي دكان، كان عنده دكان، وتعا استلم الدكان. قلت له مثل ما بدك. أنا سمعت له، أخذت رضاه. أي نعم، والله تركت الإش اسمه الإذاعة، تركنا الإذاعة وتفرغنا للحفلات الدينية. أي الوالدة والدتي رحمة الله عليها
نعم. والدتك كانت تحب الغناء كثير كثير، يوم ما اغني لها تزعل مني وما تعشيني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار سبحانه رب جل وعلا. ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا على الله سلمت أمري إلى الله. الله رسول من عباده. يا يا الله يا الله. ولا بشمالي يا حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله يا الله. طرقت باب الرجاء جالسك المرقب وبدت أشكو إلى ما لا أجد وقلت إلى أمدي منك ومن عليك باب الرجاء والناس قد رقبوا وبدت أشكو إلى من لا أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. يا الله
طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي يا ما أجد وقلت يا آملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد
هذا هو الدفتر يا سيدي. وهذا الموشح. وهذا خط حاج عمر عليه ألف رحمة الله. خط يده. اي نعم. مدام خط عمر البطش حاج صبري، ممكن تقرا لنا الموشح؟ اقرا لك يا مع اللحن يعني ولا الكلام؟ والله مثل ما بتريد. كحلا كحلا السحر عيونا، سحر عيونا عيونا عيونا، وازدرات الأغصان لينا، الأغصان لينا يا عيني يا عيني إلا ما يا ليل عذب الورود من آمن 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 يلا الأمانة أمانة ليل إلى آخره. تعرفت على البطش بالخمسين، ما طولت الفترة اللي تعرفت عليها ورحت لعنده وكتبت منه النوطات، كان شبه أمي، لذلك كان يستعين بسمعه وبمحفوظيته. هون حطبت على نفسي لازم أخذ منه هالكنوز هاي، الله يرحمه. بس أنا أحبه كتير لأن وجهه صبوح ومنور، وكان يعني يحط لفة يعني زبرتاي، ومتدين، ويعني مثل ما بيقولوا شيخ، شيخ يعني ديني. ومع الشيخ الديني كان يلحن الموشحات ويحكي يعني يعمل الشغلات الغزلية للموشحات. وأنا أفاخر في أستاذي عمر البطش، وأنا أفاخر فيك أستاذي، لأنه أنا ما أخذت من غيره إلا من الأستاذ عمر. وأنا رحت لعنده البيت مرة وتنتين وكتبت منه من بيته. روح قلبي بس أكتب نوطة أم شيء ما كان معروف، روح قلبي بدي أكتبه لو كان نشل. يعني أمني على كل شيء في الدنيا، لا تأمني على نوطة ما إلي، بدي أخذها. خدت بالك؟ أنا هذا عفوا أنا كنت نشال في هالسالفة. نشدت كتير، وأنا أحتفظ بكل فخر عندي من قام هون في السحابة وسحابات خاصة تحت، أشياء منوطة أنا على طائل مسودي، كلها ثلاث أرباع موشحات قديمة من البطش وللأستاذ البطش الله يرحمه. صبري يعني أنا ذكرتني صلي زمان ما شفته، وأتلهف والآن ودائما أتلهف لأن أجد أسمعه وأسرح في غنائه. ليش؟ منقلني من جو لجو، منقلني من جو الحقيقة إلى جو التخيلات والأحلام حقيقة.
المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الدرويش هو والدي، وقد كان له تأثير كبير في الموسيقى العربية عامة وفي سوريا وفي حلب خاصة، ودرس أصلا بالموسيقى أيام العهد العثماني في تركيا على كبار أساتذة أمثال رؤوف بيك وعثمان بيك، وقد درس أيضا في تركيا في دار المعلمين في مدينة قسطموني، وعندما عاد إلى سوريا كان له أثر كبير في تثبيت الموشح الأندلسي، وجعل له طابع خاص تتميز في حلب خاصة. وقت اللي كنت في الإذاعة إجا لعنا على الإذاعة صار يعطينا نوبات أندلسية. أيوة. نعم. ويعطينا موشحات وأعطانا عدة دروس. نعم. وكان شديد على العناصر كتير. اللي ما يتعلم في إيده بوكارة. الشيخ علي الدرويش في تونس يلقي كلمة على ضريح المستشرق البارون ديرلانجي الذي كان يهتم بالتراث الموسيقى العربية وبالنوبات الأندلسية. النوبات الأندلسية كان تلميذ المعهد الملكي للموسيقى العربية. هدية للشيخ علي. هي رياض الصنباطي الأستاذ الشيخ علي الدرويش. الساعة عشرين. نعم هذا هو. هاي باسطنبول. ها هاي اللي حكينا عليها. تسلم. شلونكم؟ والله الحمد لله. والله اشتقنا، صار زمان ما اجتمعنا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. هلا راح اسمعك بعض التراتيل السريانيه القديمه المسيحيه. ايوه. واشوف شو رايك فيه. يا ريت يا ريت. والله تسلم. بكل ممنونيه. هلا بدك. تسلم. كلك ذوق. والله شيء جميل، وأنا يعني انطربت واشتهيت تقريبا أغني. يعني هالنغمات هي موجودة عندنا هون في حلب وفي في 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 الجوقة، يعني في جوقتنا. بذكرك بجملة معينة؟
بكري الكردي والله أستاذ كمان رحمة الله عليه، كان عازف وملحن ومطرب، عازف وملحن ومطرب. ومن جملة ما أعطاني أنا عدة أغاني أزعتها وقت اللي كنت في الإذاعة، أزعت له إياها. نعم، وسولي أغنية، ابعت لي جواب وطمني، هي معبي الدنيا، سمعوها كل الخلق والمطربين كلهم بيغنوها. نعم، هداك الوقت لحنها وعطاني هي أول من غناها، أنا غنيتها بالإذاعة. نعم، وأخذوها المطربين الباقيين. هلا كل شخص بحسن بيغنيها. نعم، بس أعطاني عدة أغاني. أنا أعطاني بعت لي جواب، أعطاني يجي يوم ترجع لي تاني، أعطاني منالوج من الكرد، نغمته من الكرد، أعطاني أغنية يا زهري نور على الأغصان. أي سيدي، يعني أعطاني 4-5 قطع عليه رحمة الله، وتعب علي وقلوا أتعاب علي، ما بضيع. أنا أستاذي، يعني بعده أستاذي من بعد عمر البطش، بعده أستاذي. أنا ليا إلهي يعرفني من نار القهر ينصفني، أنا ليا إلهي يعرفني من نار ابعت لي جواب، ابعت لي جواب.
من ألحاني. من ألحاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع لمقامنا نفس المقام. يا عقيدا للحاجبين تحت جبين كالوجين، يا عقيدا للحاجبين تحت جبين كالوجين، قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان، أما إلي أما إلي مرتين. إذا أمرت مقام الهزام يا عاقدا للحاجبين. يا عاقدا للحاجبين تحت جبينك اللجين، يا عاقدا للحاجبين تحت جبينك اللجين، قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان، أما إلي أما إلي مرتين. ظبي بعيني حوران والخد يحكي الجل نار، ظبي بعيني حوران والخد يحكي الجل نار. ظبي بعيني حوران والخد يحكي الجل نار، ظبي بعيني حوران والخد يحكي الجل نار. إلى سهور روض العرار، إلى سهور روض العرار، إلى سهور روض العرار، إلى سهور روض العرار، وأهله بالرقمة قتلت غيري مرتان، أما إلي أما إلي مرتين. لم أخلو يوما من هوى والقلب لم يعشق سوى، لم أخلو يوما من هوى والقلب لم يعشق سوى. ماهوش بإيه
سبحان الداي سبحان الداي ما هذيك الايام سبحانه وتعالى. قلت وين بدي اروح؟ قلت والله مالي غير اروح عند ابو صبحي اتذكر الايام اللي مضيت لي اللي كنا نسهر فيها كل يوم سبت. ايش هذيك الايام يا حبيبي؟ يا اي والله والدي كان يحب السمع يحب الفن، ويجوا بعض الاصدقاء ايضا بيحبوا السمع والطرب. كان الاستاذ بكي كردي يعزف على العود، يقعد بهالطرف هذا وجنبه باقي الفنانين مثل اسعد سالم مثل كامل بصال حسن بصال. بتذكر يعني الله يرحمه لما يبدا يغني يطلب الشاي مشان ينبسطوا مع الغناء، فاكون قاعد انا عم بسمع الموشحات القدود. ليالي ايش ليالي احلى من العسل. أشكو إليك أشكو إليك يا رب أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه يد إليه يد إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا 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 رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يردك يا يا